انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة عويشة في محافظة مطروح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم هذه القافلة التخصصات الطبية المختلفة للكشف على أهالي المنطقة ولصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى أقرب مستشفى لإجراء العمليات الجراحية. كما تضم القافلة إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، فضلا عن تنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها. الحقيقه المنطقه اللي احنا فيها من اكثر المناطق احتياجا لمثل هذه القوافل. احنا بنغطي في القافله العلاجيه تخصصات مختلفه، الاطفال والجراحه والعظام والاشعه والصيدليه طبعا صرف الادويه، الفحوصات المطلوبه كمان بنعملها، بنجوب جميع ارجاء المحافظه في القافله. كمان لو في اي شيء محتاج، اي عيان محتاج احاله لاجراء عمليات جراحيه او خلافه، بتتم الاحاله لاقرب مستشفى خاص بالمنطقه اللي احنا فيها اللي هي مستشفى الاحاله. كمان احنا عاملين خطه للقوافل العلاجيه على مستوى محافظه مطروح، حوالي 10 قوافل شهريا بنجوب فيها مختلف الاماكن الصحراويه اللي الخدمه ما بتكونش متاحه فيها وموجوده فيها. احنا النهارده في تجمع ولاد عويشه في قلب الصحراء بمطروح لتقديم خدمه طبيه للاهالي. احنا عندنا تخصصات من الاطفال والبطنه والنساء والجراحه وتنظيم الاسره والانف والاذن، استشاريين في جميع المجالات. عندنا صيدليه لصرف العلاج مجانا، عندنا معمل لعمل الفحوصات اللازمه، عندنا عياده الاشعه. في حال احتاج المريض لتدخل جراحي او اي اجراء غير متوفر بالقافله يتم التنسيق له لتحويله الى اقرب مستشفى. طبعا القافله ضمن مبادره حياه كريمه للوصول الى القرى والمناطق الاكثر فقرا والمحرومه من الخدمه.